السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، المرة القطرية معروفة بالخجل، والخجل يسكن قلبها، ودائما نلاحظ الحريم الأول ملابسهم كثيرة، عبيهم على رؤوسهم، الثوب الجلابية أو شكل ما نقول الدراعة وغيرها وغيرها، خصوصا عند الخروج. لكن المرة القطرية شكل باقي حريم العالم، لابد أن يكون لها وقت تفرح فيه، تطرب فيه شكل باقي البلدان. وللمرأة القطرية ذاك الوقت كان لها فنها المميز اللي هو فن المرادة، ما كان يصاحبها لا طار ولا طبل، ما عدا القصيد والصفقة بين البنات. علشان نعرف أكثر عن فن المرادة، ضيفتي اليوم صغيرة بالسن، أصغر مني، يعني تعتبر واحدة من بناتي، لكنها تعمقت في هالفن وحبته وصارت تدرب البنات حق المناسبات. حياك الله أمي معانا، آمنة أم مبارك، تسولفي لنا وتكلمينا وتشرحين لنا عن فن المرادة. الله يحييك ويبكيك. فن المرادة هو فن تراثي قديم، كانوا أهلنا أمهاتنا يسوونه في الحوش، وكان في الأعياد. قبل لا نتطرق أمي حق وين كانوا يسوونه ولا المناسبات، قولي لي فن المرادة هل هو نوع واحد أو كذا نوع؟ لا، فن المرادة هو نوعين، فيها الدح، وثاني شيء إن فيها المرادة إنهم يرادون. إيه المرادة إحنا عرفناها، يعني اللي هي ممكن تشرحينها لنا أنت أحسن، لأن أنت أبخص يعني بالموضوع. المرادة شرحيها، وفن الردح بعد شرحي. المرادة مثل أغنية مشرق ورايح، يا ذا القمر يلي مشرق ورايح، مرقدة في البرايح، سلم على اللي مرقدة في البرايح. الطريقة أنا أطلب طريقة المرادة. أول المرادة يكونون سيدين، أيوة، سيد على اليمين وسيد على اليسار. يكون المرادة الاثنين متساويين، الصفين متساويين في العدد، يعني أيوة متساويين في العدد، مثلا 16 هم 16، الجميع 16، أربعة على اليمين وأربعة على اليسار، أو يكون يعني عدد زيادة بس إنه يكون متساوي في العدد، في العدد، ويكونون الأطوال متساوية. هذه كاختيار حق ال، أيوة، يعني أطوالهم متساوية. وكذي مثلاً إذا كانوا رايحين يمثلون شكل الأول درب الساعي أو ها، لكن الأولين كانوا يعني البنات فيهم القصير فيهم الطويل، أو إنه ويشاركون في فن المرادة، لكن الحين يعني لازم تكون أطوالهم واحدة. أي نعم، لازم تكون أطوالهم واحدة. إنزين، الحريم والبنات يشاركون في نفس مثلا العزبه ولا المتزوجه ولا البنات اللي توهم ما تزوجوا؟ كلهم يشاركون نفس الشيء، بس ايوه، بس الكبار في السن مثلا يشاركون، امهاتنا الكبار في السن يشاركون مثلا في البيوت الكبيره،
في الحوش الكبير تكون الأم عليها ثوبها وبطولتها. يعني مو مفرعة؟ لا لا، البنات اللي يكونون يعني مسويين شعورهم مفرعات. أيوة. فن المرادة يختصر على هل خلينا نقول لك الحضر أو البدو أو الاثنين؟ هما الاثنين مع بعض. الحضر ما في اختلاف بينهم؟ لا لا ما في اختلاف، الحضر والبدو. المرادة واحدة يعني؟ أي المرادة واحدة. إنزين أنا قاطعتك قبل شوي عشان الأغنية مالت مشرق. أيوة. مشرق هي ردحة ولا مرادة؟ لا هي مرادة عادية مش ردحة. الردحة في لها ثانية. إيه سمعيني ما يخالفون مساعة قطعتك عشان بس السؤال ما يروح منه، فتقولي لي تغني لي شوي من مشرق ورايح اللي هي المرادة إن شاء الله. مشرق ورايح يا ذا القمر يلي مشرق ورايح، مرقده في البرايح سلم على اللي مرقده في البرايح، على الغبن طايح متوسد بشت على الغبن طايح، خنينا الروايح سلم على جاسم خنينا الروايح. هم في هالحالة يكونون ماسكين يد بعض صح؟ متماسكين مع بعضهم بعض. ايه ويرادون رايحين صف رايح. ايه وصف جاي. يعني نفس موجة البحر. ايه اللي هم دح الماي. أيوة. على قولتهم. نعم. يعني أول ما يقربون من الصف دي الصف الثاني يرجع. نعم. أيوة. مشرق ورايح يا ذا القمر يلي مشرق ورايح، مرقدة في البرايح سلم على اللي مرقدة في البرايح، مرقدة في البرايح سلم على اللي مرقدة في البرايح، مرقدة في البرايح سلم على اللي مرقدة في زين. أمي آمنة أنت طبعاً ما عشتي ذيك الفترة. نعم. يعني لكن سمعتي ودرستي عنها وقاعدة ما شاء الله. سمعت عنها دخلت مدارس في تصفيات. إيه. ودخلت التصفيات الأولى في المدارس. إيه. يعني أنت تحكمين في ال. لا أنا ما حكم، أنا مدربة. مدربة البنات. نعم. إنزين إحنا في هالحالة لو جو البنات و. طبعاً في الآونة الأخيرة ولله الحمد الحكومة وزارة التربية يعني ما قصروا، قاموا يعني أعادوا فن المرادة. نعم. اختيار الفريق الفائز على أي أساس اختارون؟ على أساس الصوت ومنظر البنت من شعرها وطولها. يعني لازم يكون شعرها مسبسب، احنا ما لنا نصيب. لا لنا نصيب. لنا نصيب بس انه يعني عشان البنات اللي يردحون لازم يكون شعرها مطويل ويكون عندنا بالاخص شاعره تشعر. ايه قبل اللي هي تقود تقود هي المجموعه. هي تقود المجموعه. نعم. ايه واحده ولا اكثر من واحده؟ هم ثلاث. يعني نوزعهم شلون؟ في ناس حق فن الردحه وفي ناس حق يعني العاديه المراده. العاديه حق المراده كم واحده تكون؟ هم ثلاث لانها بتكون ثلاث غنى. يعني مثلا اللي تجي تعد القصيد عليهم. أيوة. وواحده تقود الفريق ذي وواحده تقود الفريق ذي صح؟ لا هو فريق واحد فيه ثلاث بنات. اول شيء اللي بتقول الاغنيه العاديه وبتخلصها وبعدين تي بعدين اغنيه بعد عاديه ثانيه تخلصها والثالثه فيها الردحه اللي هي تكون ختمه. الختمة حق المرادة. احنا بعدين بنروح ان شاء الله حق الردحة. انزين قبل شوي تحت الهواء سمعتك تقولين ان كانوا يطلعون على البحر يرادون. نعم.
كانوا فرعين بشعورهم او ان عليهم الابي او الثياب او حتى البنات كانوا عليهم البخانق. امهاتنا الكبار كان عليهم الثوب البطوله اللي على البحر. أيه. رايحين على البحر. أوكي. امهاتنا الكبار طبعا امهات معاهم عيالهم. الامهات الكبار يكونون ببطاطيلهم وثيابهم النشل، والبنات الصغار اللي يعني مو اللي سنهم كبير هم اللي بشعورهم، واللي اكبر شوي بالبخانق. هم كانوا يرادون هناك ولا يعني مستعدين حق رجعتها للبحر من الغوص، ولا كانوا يرادون؟ هم مستعدين مع المرادة، مع المرادة وهم يرادون من الفرحة تقصدين؟ اي من فرحتهم حق البنات الصغار طبعا. مو ايوه اي انزين. الحين جات مناسبة العياد، فوين يقيمون فن المرادة؟ في البيت الكبير. شلون يعني البيت الكبير؟ يعني انا عندي بيت كبير ممكن اقول لهم تعالوا اول يوم العيد مثلا عندي؟ أيوة. او ايه قولي لي. يروحون البيت الكبير لان في عندهم حوش كبير يستر البنات. تقصدين البيت الكبير اللي كبير الفريج مثلا؟ شكل انه خذ شكل كبير الفريج. ايوه يعني. ايوه اي نعم نعم. يتجمعون عنده هنا. ايوه ايوه. هذه بالنسبه حق فن المرادة صح؟ نعم نعم. انزين الردحة. الردحة نفسها بس انهم اغانيهم مختلفة. شلون؟ يعني مثلا يا غزال مرني رايح مجفي عني وانا خيلة مدني الساقين متمايح وان مشار الندخل اخي. إيه؟ هذه الله يسلمك فيها ردح دح دح في الارض، يعني تسمعين الصوت صوت رجيلهم. أيوة. كرم الله أيوة. الملائكة ومن يسمع. زين طبعا ما كانوا يستخدمون لا طار ولا لا 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 ما يستخدمون ولا آدات موسيقية. يصفقون بس يصفقون باليد. نبي نسمع مع الأغنية. يا غزال مرني رايح مجفي عني وانا خيل مدمي الساقين متمايح والمش رنت خلا خيلة. بس صفقة واحدة يعني ما بتشربك بس شكل. ردح بالريل ما فيها بس الدح الريل. أيوة. لأن أنا أعطيك الصوت باليد. إيه؟ لأن صوت الريل تكون. مرحبا يا زين الأقبال عنقها عنق الدمانية. 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 قمنا نشوف ولله الحمد عد القصيد بالنسبة حق الشباب الصغار أو حتى البنات. في رابط بين عد القصيد والمرادة؟ أيوة فيه، لأن فيها أبيات شعر. إنزين مثلا هاضني ورقن على قصنا يوم جر صوتي طرباني وين من لاحاه في فنة. هذه هي فيها قعد القصيد. يعني ممكن يغنونها. أيوة. أيوة. زين حبيبتي شوي بس نطلع فاصل ونرجع إن شاء الله
نواصل حديثنا معك. يعطيك العافية. الله يعافيك حبايبي، فاصل ونرجع لكم إن شاء الله. حبايبي رجعنا لكم مرة ثانية مع الفن العريق اللي اندثر فترة، لكن بفضل رب العالمين والمسؤولين عن التراث رجع لنا مرة ثانية. وطبعا معي بنتي آمنة أم مبارك. أمي آمنة، أنت تدربين البنات عادة حق المرادة، أو خليني أقول يستعينون فيك لتدريب البنات، كم يستغرق الوقت عشان البنت هذه تكون عندك والله جاهزة؟ الله يسلمك. يكون الوقت ناخذ احنا وقت معين يعطونا اللجنة، يعني مثلا شهر قبل اليوم الوطني حق المرادة، وندرب 3 أيام في الأسبوع في المدارس على حسب البنات واستيعاب البنات. البنات تاخذونهم من الصفوف او بعد الدراسة؟ ناخذهم من الصفوف في وقت البريك مالهم. ايوه زين. امي الفن المرادة احنا نشوفه يجي لنا جاهز على التلفزيون او حتى اللي رحنا مكان نشوفه، ما ندري بالمعاناة اللي انتم تعانونها مع البنات عشان يظهرون بهالصورة. يا ريت تكلمينا عن فن المرادة، هو صعب هو سهل؟ فن المرادة عند بعض الناس يكون صعب، بس بالنسبة لي انا سهل لاني انا أمارسه في كل المناسبات. الله يعطيك العافية. في كل سنة والحمد لله، يعني الحمد لله كنت حابة هالشيء وأجيده بروحي على أساس أني أنا حبته. لا أنا أقصد لك البنات هم نفسهم الفن بالنسبة لهم هذه المرادة، تدرين إذا كان أنت ما عشتي ذيك الفترة فبتجيبين بنية عمرها 10 أو 12 سنة علشان تجيب فن المرادة، هني هل هو يكون صعب عليها؟ أو طبعا أنت راح تكونين في وسطهم صح؟ اشرحي لي الموضوع. هو بيكون صعب عليها، بس احنا في البداية ناخذ البنت ونقول لها ترى فن، نعطيها نبذة عن فن المرادة إذا كانت حبته ولا مو حبته، فبعدين نعلمها الخطوات اللي نبتدي فيها المرادة، ونشوف إذا كانت عندها إذن موسيقية تسمع المرادة، فيعني نختارها على حسب هي شنو هي اللي حبته. القصائد اللي يرددونها البنات في المرادة هل هي قديمة أو إن يعني في حد مختص يعطيكم القصائد هذه؟ هي قديمة، أخذناها من أمهاتنا الكبار الله يطول في عمرهم. آمين. وش اسمه، وسمعناها وحفظناها، وفقمنا إحنا لنا يعطونا دروس قبلها نكون في مكان يعلمونا شلون فن المرادة، وشلون نطلع نكون في الصفوف، وشلون نناشد بصوتنا. فإحنا قمنا نروح المدارس ونعلمهم. إنزين، الأول كل واحدة تجي بالملابس اللي تقدر عليها. اليوم إحنا لاحظنا يعني في توحيد للملابس البنات، مثلاً هذول زيهم أزرق، هذول وردي وكذي. شو الهدف منه؟ أن تكون ملابسهم زاهية وحلوة، وتكون أن يعني هي المدرسة المسؤولة عن البنات، هي اللي تختار بالموديل القديم بالألوان الزاهية. في بعض الملابس القديمة التراثية القديمة اللي فيها نوع البيضان والمدورة، يعني والتطريز القديم هذه. أيوة. يعني تقصدين أن اللونين يميزون هذه المدرسة عن المدرسة على المدرسة يعني. اللي هي Mom.
أنا مي الحريم الأول كانوا البعض منهم طبعاً يجون يجيبون بناتهم اللي في سن الزواج يعني علشان الناس يشوفونهم اللي ما يعرفونهم الحريم يختارون مثلاً شنايل لهم. هذا الكلام صحيح؟ أي نعم صحيح. يعني أنا عندي بنت مثلاً في سن الزواج ما حد يعرفني أو كذي أو بعيد في طرف الفريج أجي أحضر المرادة يشوفون بنتي وكذي؟ أكيد تحضرين المرادة ويشوفونها يشوفونها شكلها يشوفون طولها طول شعرها يعني مواصفات اللي هي الأم اللي حبتها حق ولدها. أي يعني هذه دليل على الترابط المجتمع. أيوة. ذاك الوقت ترابط الأسر. نعم. إنزين طبعاً إحنا اللي صار في عرضات أو مناسبات كبيرة مثلاً الأعياد أو ما شابه نلقى الريايل والشيوخ ويحضرون مناسبات. هذه يعني أنا كأني أشوفهم الأول الشيوخ يجون والكبار يقعدون على الكراسي والشباب يعرضون على الخيل وكذي يلعبون. بالنسبة حق الحريم للشيوخ أو خلينا نقول حريم الكبارية كانوا يحضرون المرادة؟ كانوا يحضرون المرادة ويشوفون منزل عالي يحطونهم. ايوه كاملة. اي نعم. يكونون في المقدمة يطلعون البنات يشوفونهم اشكالهم رداهم الصوت يعني الشعر. ايوه القاء الشعر. زين امي بالنسبة حق المرادة نفسها قلتي لي ان في اللي هي النوع الثاني الردحة. نعم. من اسم الردحة كذي تحسين على طول ان الردحة حق البدو يعني. أيوه. المرادة مثلا حق الحضر الردحة نفسها. شلون كانوا يعني احنا نعرف ان المرادة شكل ما قلنا البنات ماسكين يد بعض. الردحة هذه الردحة نفس الشيء يكونون صفين متقابلين. أيوه. وبس تسمعين فيها دح الريل. أيوه. الصوت الريل. وتشوفين حتى يكون رمل في الأرض. تشوفين غبارة الريل. غبار. ما كان في زل ذاك. أيوة. الوقت. إيه. فكانوا بنتلقي الشعر. إيه. وبعدين ترجع مكانها في الصف. اللي هي طالعة منه. وبعدين يقنونها الأغنية. وبعدين في الختام قبل الختام يطلعون أربع بنات ينوشون بشعورهم يمين ويسار. إنزين إحنا من ساعة سمعنا اللي هي المرادة. أيوة. وسمعنا جزء من الردحة. أيوة. الحين قبل لا أسألك الفرق الشعبية خذت من قصائد اللي هي المرادة. أيوة. قولي لي إذا تقدرين تغني لي واحدة من الأغاني اللي خذت الفرق غير مشرق ورايح مثلا او انها تلقين انت قصيده حق المراده مشردها المراده هم ياخذونها في العاشوري وفي البسته اللي هي مشرق ورايح. لا غير مشرق ورايح مثلا مو شرط قنوها يعني مو شرط قنت الفرق من عندك انت احنا نبي يوهرا في صحن صين حصة واختها يوهرا في صحن صين وكل السلاطين تشريت يا حصة وكل السلاطين. يعني الحين انت اللي غنيتي مثلا يوهرا في صحن صين. كملي هلي حصة واختها يوهرا في صحن صين. المجموعة المقابلة ترد عليك. ايه. البيت كامل أو نهايته تكمل لي إياه. تكمل لك إياه. وبعدين يوم هم يرددونها مرتين يردونها ويرجعون ومرتين الثانيين يردونها ويرجعون. فترة من الزمن ما آمنة سمعنا من ضمن أغاني المرادة دح الماية دح الماية. أنا والله ما عندي خبرة يعني في المرادة بس احنا نعرف ان دح الماية ماخوذ من حركة البحر. أيوة. نزل قماش ذاك الوقت سموه دح الماية. أيوة. عندك فكرة عن القماش هذي او سمعتي عنه؟ سمعت عنه القماش انه من قريب انقربت يكون لون
وإذا يعني بعدت عنها يكون لون ثاني. إيه. على هالأساس رددوا في المرادادة حلماية خصوصاً أنا سمعت هالخور عساهم الجنة أكثر شيء هما كانوا يرددون هالأغنية. إيه. من الحريم الأوليات اللي أنت يمكن ما لحقتي عليهم لكن سمعتي عنهم شفتيهم في التلفزيون، من اللي كان يسوي المرادة؟ اذكري لي حد من الفنانات الأوليات اللي كانوا يقودون فن المرادة. والله أنا سمعت أمي مباركة الله يرحمها. الله يرحمها. وسمعت بعض الفنانهم هم يعني. أيوة. بلا منازع هم بالنسبة حق المرادة أهل الشمال الله يعطيهم العافية. صحيح. زين. وبعض أمهاتنا الكبار بس ما. الفرقة أقصد لك لأن يعني كذا فرقة طلعت مع المسلماني كانت تشوفين الفنون الشعبية. من شفتي منهم غير مبارك الله يرحمها؟ تقريبا حليمة الله يرحمها بعد. فهذا اللي أنا أعرفهم يعني ما أعرف حد ثاني. مع أن اشتهرت بعد عساهم الجنة أسماء بنت حارب الله يرحمها مباركة خيري عساهم الجنة، هذول يعني اللي إحنا لحقنا عليهم أو سمعناهم وشفناهم بعد. فالمرادة ممكن أي حد يقوم بهم ويفل، يعني أنا رحت الحين وحضرت المرادة عجبني الفن، ممكن أنا أقوم أصف مع المجموعة؟ إيه نعم ممكن، لأن هو في حركاتها البسيطة تقدرين تتعلمين منها. فبس لها هي قوانين لازم الواحد يلتزم فيها. من قوانينها؟ قانونها أنه يكونوا صافين مع بعض. طيب. يكونوا متماسكين يدهم مع بعض. فيها شوي كسرة في الريل. أيه. فيها التمايل. أيه. التمايل اليمين ويسار. بس هاي كلها يعني. يعني الوحدة ما يصير تجدم على الثانية. لا في يكون سيد واحد. أيوة. كلمة أخيرة حبيبتي يا أمنا. أتمنى أن الأجيال القادمة تأخذ هالفن. وتحافظ عليه طبعا إن شاء الله. علشان ما يندثر. والله يعطيك العافية وما قصرتي. والله إن شاء الله يكثر من أمثالك ومشكورة على حضورك معنا. الله يسلمك مقصرتك. الله يرحم والديك. أعزائي المشاهدين لين هني إحنا فقرتنا أو حلقتنا اليوم انتهت، وألقاكم إن شاء الله في حلقة ثانية. مع السلامة.